لن ألعب تحت إمرتك مرة ثانية. وكلنا مع قائد فريقنا. كلكم؟ لا مشكلة، افعلوا ما يحلو لكم، فأنا لم أعد في حاجة إليكم. هيا يا كميل، أنت ستأتي معنا. سأوجه إليك عشرات الأسئلة، ستعترف بما ارتكبته في 40 سنة. إذن هل كان يريد مني أن أكتشف الخدعة بنفسي؟ ولكن لماذا؟ لقاء النجوم الجزء الثاني. انظر وفكر مليا لتعرف السبب الذي دفع لاعبي فريق النجوم للتخلي عنك. ونعود اليكم لنشاهد اول شوط من المباراة النهائية. لمن سيكون الفوز، للنجوم ام للنسور؟ غينا، لقد وعدتك بالفوز، سأفي بوعدي، انتظريني. اثنان من النجوم يحاولان قطع الكرة. استعد اعصار التكين. عاجز الطاقة. حاجز الطاقة حركة تميز بها حارس النجوم. المراقبون يتوقعون لحازم أن يكون من أفضل الحراس. انتبهوا، فليس سهلا أن تسجلوا هدفا في مرماي. حارس مذهل، لم يبالغ في كلامه، فالهدف سيكون صعبا جدا. لكنني أعرف حارس مرمى أفضل منه بكثير. عامر سيد، إنه يمر بمرحلة صعبة جدا، حلمه بالعيش مع أخته قد ينهار في أي لحظة. مسكين ذلك الفتى. لا تنسى يا بني، فوزكم في المباراة يعني ألا يلتقي الشقيقان أبدا. لن أنسحب من المباراة، وسأنافس للفوز حتى آخر لحظة. هل أنت قادر على الفوز؟ أرجو ذلك. الكرة مع منير، وها هو ذا يمررها إلى سيد بعيدا عن كامل. سأفوز في هذه المباراة، يجب أن أعود إلى أختي. لا يهمني إرضاء ذلك الرجل بعد الآن، ولن أخيب ظن أصدقائي بعد أن وقفوا إلى جانبي. أجل، يجب أن أفوز في المباراة، لن يمنعني النسور من تحقيق هدفي. ومن سيد إلى مسرور. ركلات المياه الآن. دورك الآن يا عامر. لكمة الحماسة. انزلقت الكرة من يده. بالعارضة، كادت تكون هدفا. مستحيل. اهدأ، لا عليك يا عامر. لا بأس. ركلة ركنية لمصلحة النجوم. يسددها نبيل برأسه. لن تكون صعبة على حارس النسور أبدا. مستحيل، لقد أفلتت من يده. وهذا يمسك بها. ما الأمر يا عامر؟ ما قصته؟ توقعت هذا. من عامر إلى كامل. سيدي يقطع الكرة. أخي، لم أرك منذ أن ذهبت لتعيش مع تلك الأسرة. كنت واثقة بأنك تغيرت كثيرا، ولكن ما حدث اليوم أثبت لي خلاف ذلك. كنت تعمل جاهدا لكشف خدعة مدربك، أي أنك لا تزال كما عرفتك. أخي منى، ابتعدي من هنا، هيا بسرعة. أنا لن أسامح من يؤذي أختي. هكذا عرفتك دائما.
لن أسمح لك بالمرور من هنا. يا سلام، إنه يتجاوز منافسه بمهارة غريبة، وها هو ذا يواجه حارس النسور عامر. فوزكم في المباراة يعني ألا يلتقي الشقيقان أبداً. هل سنشهد هدفاً للسلوم؟ ها هو ذا اللاعب زين يظهر في آخر لحظة ليدافع عن مرمى فريقه. لحظة، يبدو أن قائد النجوم قد أصيب. لاعب النجوم يبعد الكرة. زين، شكراً لك. ما الأمر؟ أنت رائع يا زين. منى، لماذا؟ أنا نفسي لا أعرف الإجابة. لم أعرف كيف اندفعت إليك لأعالجك. لطالما انتظرت هذه اللحظة. أخي، ابقى هنا، لا ترحل أرجوك. عدني أن تعود إلي مرة ثانية. شكرا لك يا منى. لا تزالين كما عرفتك أختي. رائع، لقد عاد سيد إلى المستطيل الأخضر مرة ثانية. دوري التنين الساحر. إخفاق آخر لمهاجم النسور. إعصار النار. أكنت تظن أنني لا أستطيع تنفيذ هذه الحركة مرات متتالية؟ حاجز الطاقة حركة تعتمد على قوة جسده. انتهى وقت المزاح، يجب أن أسجل الآن. خطة جديدة ابتكرناها للتغلب على الكف الذهبية. طريق الإمبراطور. دورنا. لست مذهلة لم أرى مثلها في حياتي. كرة قوية جدا تتجه نحو مرمى فريق النسور. لا مشكلة، أنا لها الكف الذهبية. هدف! هدف رائع لمصلحة فريق النجوم، وأخيراً تمكن النجوم من اختراق دفاع النسور وأحرزوا الهدف. كرة لا تصد ولا ترد يا جماعة. صانع ألعاب فريق النجوم يقف وقفة فخر واعتزاز. يحق لك يا سيد زين، ما فعلته أربك منافسك. وهكذا انتهى الشوط الأول. هدف للنجوم ولا شيء للنسور. ولكن هل ستبقى النتيجة على حالها؟ ما بك يا عامر؟ أنا لا أعلم ما الذي يحدث. هناك سبب واحد، يبدو لي أنك فقدت حماستك للفوز في هذه البطولة، أليس كذلك يا عامر؟ ما الأمر الذي حدثك عنه كميل؟ إنه لن تعود أخته إليه إن فاز فريق النجوم على النسور. تسديدة بطريق الإمبراطور تسبب ألماً لمن ينفذها، قد لا يكون قادراً على إعادتها. عليكما أن تساعداه. بدأ الشوط الثاني، ركلة بداية لمصلحة فريق النجوم. يستعجلون الهدف. عامر، سأحرز الهدف، كن مستعداً. لا جدوى من صمودك. ترى هل سيعيد سد تلك التسديدة؟ منصور.
واجبنا أن نقف إلى جانبك. لست بأفضل أحوالك، اعتمد علينا. انظروا، لاعبو فريق الدستور يعودون إلى الدفاع. استهداف من كل الجهات، لكن النسور شكلوا جدارا أمام المرمى ليمنع الهدف. وماذا بعد؟ الآن لن يتمكن خط الدفاع من صدها، فهل سيكون لعامر رأي مختلف؟ إنه شاكر يصد الكرة بوجهه. شاكر عرض نفسه للإصابة، المهم أنه أبعد الخطر. أجبني، هل أنت بخير؟ بخير. لما خاطرت بنفسك؟ ما من حل، التسديدة قوية كادت تدخل. ما رأيك؟ أيمكنك الآن أن تعدني واحدا من النسور؟ بلا أدنى شك، إنك أشجع النسور. شكرا لك. صار لك أصدقاء جدد، أحسنت. شكرا. عامر تعهدنا على الإخلاص للفريق، هل نسيت ذلك؟ صحيح. عليك نسيان ما حدث خارج حدود الملعب، لن تفي بوعودك إن كنت شارد الذهن. صحيح، يبدو أنني قد استسلمت للحيرة. قلت لنفسي إنني سأنسى حكاية منافسي، ولكنني لم أستطع. عاهدت أصدقائي على العمل للفوز وحده، وها أنا ذا لا أفكر إلا في حل لمشكلة سيد. لن أكون نقطة ضعف للنسور. إذن انتهى التبديل، خرج شاكر ليحل مكانه وحيد، والآن هما أمسان في اللعب. قائد النجوم يستحوذ على الكرة، من سيد لهما ومنهما من سيد. المدفع المزواج، ركلة جديدة ينفذها لاعبان من النجوم. لا شيء سيشغل تفكيري، لن أسمح لهم أبدا. انظر إلي جيدا يا سيد. لا يتحول عامر إلى ملاكم، والهدف هو أبعاد الكرة عن المرمى. أحسنت يا عامر. هذا هو عامر الذي أعرفه. ها هو عامر يستعيد ثقته بنفسه مرة ثانية. رائع. التنين الساحر، لا فائدة مهما حاولت ذلك. جدار الطاقة يعتمد على قوة الجسد، فإذا كنت مرهقا فلن تجد الطاقة الكافية، ولا سيما إن كانت التسديدة كهذه. ماذا؟ إعصار التنين. هيا هدف 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 هدف، قنبلة قوية يهدفها زين في خلف الهجوم. زين أحسنت، لم أتوقع منك أن تحطم جدار الطاقة. هدف التعادل لا بأس، لكنهم لن يحرزوا هدفا آخر حتى لو تكسرت هذه الأصابع. انتبه يا حازم، يجب علينا ألا نضيع هذه الفرصة من أيدينا. مباراة قوية ليس فيها مكان للهدوء، لم يبقى وقت كثير على النهاية، ولا تزال النتيجة تشير إلى التعادل، فهل سيلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي؟ اللاعبون مصابون بالإرهاق. ترى هل سيكرر لاعبو النجوم خطتهم؟ أعلم أن ركلة بطريق الإمبراطور قد تعرضني للإصابة، لكنني لا أملك غير هذه الفرصة ولن أضيعها. بطريق الإمبراطور، أكيد سأصدها. الكفر الذهبية،
هل سيكون قائد النسور قادرا على إبعاد الكرة؟ عامر! لا يزال عامر يقاوم لإبعاد الخطر. يبدو أن هذه التسديدة أقوى من سابقتها. لن تدخلي في مرماي، لن تهزي الشبكة، مستحيل. الكهف الذهبية! عامر ينفذ حركة الكهف الذهبية بكلتا يديه. ها هي دي الكرة مستقرة بين يديه، تمكن من صد الكرة ليحافظ على النتيجة. عامر! عامر! أحسنت! هيا سجلوا هدفان! لن يرجع شرطك سكن يا عامر! دعني! الفوز لنا! هيا يا زين! لن تهزوا شبكة النجوم ما دمت أنا حارس المرمى! هيا سددوا جدار الطاقة! ماذا؟ غير معقول! إنه عامر! نسر يطير عاليا ليسدد الكرة! هل ستفعل حقا يا عامر؟ هيا! إنها ركلة النسور واحد. مذهل، لقد نجحنا. نجحنا! هدفا للنسور! لاعب جماعي أثمر هدفا رائعا أحرزه عامر قائد فريق النسور. كرة صاروخية عجز حارس النجوم عن إبعادها، وهكذا انتهت المباراة. فوز صريح للنسور على النجوم. صوتي! اعذروني، لقد سببت لكم القلق. ارفع رأسك يا عامر، كنت السبب الأهم في فوزنا. غنى، فزنا على فريق النجوم. ذكرني هؤلاء الشبان بالماضي. شكرا جزيلا يا نسور. لم يكن لاعبو فريق النجوم ليقدموا هذه المباراة المذهلة لو أنهم كانوا تحت إمرتك. مذهلة؟ تتحدث وكأنهم فازوا. لم يعد هناك قيمة للنجوم. ردك ليس غريبا، أنت رجل لا تعرف شيئا عما يشعر به لاعب كرة القدم. بل أنت الذي لا يعرف شيئا أيها المحقق. خسرنا لأنني قصرت في واجبي، أما أنتم فالواجب أن أشكركم. سد، فلنبدأ من جديد لنكن فريق كرة قدم حقيقيا. أجل. أخي منى، كوثر. انتظر. منى. سيد، هل صحيح أنك طلبت إلى الرجل الذي تعيش عنده أن تعود إليه؟ صحيح. وعدك لذلك الرجل هو الذي منعك من الاتصال بي؟ صبرت على الألم لأتمكن من تنفيذ شرط الرجل، لكنني آسف. لا، لابد أن نعود لنعيش معا يوما ما. المكان الذي أعيش فيه الآن فيه أسرة طيبة. اطمئن، إنهم يعاملونني كما لو كنت واحدة منهم. أختي، يوما ما سنعيش معا. لم تتغير، أنت كما عرفتك دائما. وهكذا فاز فريق النسور بلقب البطولة بعد فوزهم على النجوم. عاش فريق النسور! عاش! عاش! وأخيرا تمكن
تمكنا من انتزاع لقب البطولة. لم تكن هذه المباراة سهلة، ولكن اللعب الجماعي كانت له الكلمة الأخيرة. والآن ماذا بعد البطولة؟ ترى كيف ستمضي حكاية فريق النسور؟ تابعوا معنا أحداث الحلقة القادمة، فيها مفاجآت كثيرة.